مرحبا فيكم في ترند. تصدر اسم المعلمة البحرينية فاطمة مخلوق منصات الصحف المحلية اليوم بعد تمكنها من إطلاق موقع باسم فيتامين سي يهدف إلى رفع نسب الإنجاز الأكاديمي لدى الطالبات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. الموقع يضم سلسلة منتقاة بعناية من الدروس والأفلام والألعاب والأنشطة التفاعلية التعليمية وتتناسب مع الطلبة بمختلف فروقاتهم الفردية. هذا المشروع المبتكر يؤكد كفاءة الكوادر التربوية الوطنية في مدارس مملكة البحرين. نشر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الرسمي بمنصة انستغرام مقطع لافتتاح متحف المستقبل اللي يعتبر من أجمل المباني بتصميمه الهندسي. وقال سموه: متحف المستقبل سيكون ملتقى للعقول والباحثين والعلماء والطاقات الفكرية والإبداعية من مختلف أنحاء العالم. خلونا نتابع. دعونا نحلم ونجسد بالعمل أحلامنا إلى واقع ملموس كما عملنا وأثبتنا في الماضي. فاجأ موظفين مطارات دبي المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات بوضع ختم أجمل مبنى على وجه الأرض على جوازاتهم ليكون بمثابة ذكرى جميلة تؤرخ لذكرى افتتاح متحف المستقبل. خلونا نتابع. تسبب أب فرنسي في انقطاع الإنترنت عن مدينة ميسانج الفرنسية لمدة 3 ساعات أثناء محاولته منع أولاده من استخدام الإنترنت. الأب استخدم جهاز تشويش متعدد الموجات للتشويش على الإنترنت وكان يعتقد أنه بيسبب حظر فقط في شبكة واي فاي وما كان يدري أنه تسبب في قطع الإنترنت على المدينة كلها. وتم اكتشاف هذه الحادثة لما واجه سكان المدينة انقطاع في الانترنت الأرضي وانترنت الهواتف وبلغوا عن المشكلة. وحاليا يواجه الرجل غرامة بمبلغ 30,000 يورو وعقوبة بالسجن لمدة تبلغ 6 أشهر بعد إدانته بالتسبب في الانقطاع الجماعي للانترنت. سيفتي مود ميزة جديدة أعلنتها شركة تويتر في إطار سعيها لتطوير الحماية للمستخدمين من التعليقات المزعجة. هذه الميزة راح تكون قادرة على التعرف على العبارات المسيئة وتفعيل الحظر التلقائي لمدة 7 أيام لمنع المسيئين من التعليق على حساب الشخص المتضرر أو متابعينه. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق PHTVN Radio. نلقاكم باكر، مع السلامة.